من مسافات بعيدة يتوافد مئات النازحين إلى هذا المركز الطبي شمال محافظة حجة لتلقي العلاج المجاني، خدمات تعني الكثير لآلاف المواطنين والنازحين في المناطق المحررة، لكن ذلك لا يعفيهم من مكابدة تكاليف باهظة للتنقل تقدر ب 15,000 ريال للرحلة العلاجية. ما في مواصلة، قال لك الواحد يشيل سيارة إيجار من أي مكان ويأتي مشوار العالم للجعلة، والمستشفى هناك ما في مستشفيات هناك، يفرقون بعضها ثلاثة أنفار أربعة أنفار في المشوار، وبعضها اثنين يأتون مشوار فمي تلعب سيارات. يعاني نحو 30,000 مواطن لا سيما النازحين من ارتفاع أجور النقل وشحة وسائل المواصلات المتوفرة، وهو ما فاقم من معاناتهم، خصوصا أن غالبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال، وحال دون التنقل بيسر لتلقي العلاج من المناطق البعيدة واحتواء مضاعفات الأمراض المنتشرة. مثلا أصحاب حيران وأصحاب المناطق البعيدة كيف ينتقل لعندنا؟ يقول لك أنا معيش حق مواصلات، يجلس يتحمل المرض مثلا 3 أيام 4 أيام وصل عندي قد تعب زيادة، يعني حالة الصفائح عنده قد منخفضة زيادة، الدم الدبليو بي سي ناقص، البلاتيت ناقص، فيوصل عندي قد بالمرحلة الثانية من حمى الظناك والملاريا، فما يوصلش عندي المريض أول شيء يعمل له إجراءات الأولية واحد من المضاعفات. المركز الطبي الوحيد شمال المحافظة يستقبل بشكل يومي عشرات المرضى من مديريات حرض وحيران وميدي وعبس، يسجل قرابة 40,000 حالة مرضية منذ تدشينه منتصف العام الماضي، غير أن ازدياد عدد النازحين وأوضاعهم المعيشية الصعبة أفضى إلى العمل على إنشاء مرفق طبي آخر للحد من معاناة المرضى. لذلك الآن المؤسسة الطيبة بالتعاون مع مركز الملك سلمان دشنوا بيعملوا مركز للعزل، بيبدأوا الآن يشتغلوا عليه، بيعملوا في حيران، بيكون هذا كنقطة مستعجلة لاستقبال المرضى. تمام، يستقبلوا هناك، يعملوا الإجراءات الأولية هناك، وبعدين أي حالة صعبة يدوها لعندنا، احنا نستلمها هنا على الإجراءات اللازمة. فتكون هذه نقطة تواصل بين حلقة تواصل بين حلقة، ونفر لهم سيارة إسعاف حق المركز، يكون توصل المرضى لهم. تزداد الظروف المعيشية القاسية للنازحين سوءاً وتعقيداً مع تضاعف التحديات الراهنة التي باتت للكثير منهم إحدى معالم الحياة الشاقة الممتدة لسنوات. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.